إذن نرحب مجددا بأعضاء لجنة التحكيم ومدير الساحة ونبدأ في الفئة الأقوى، فحول أعمار 4 إلى 6 سنوات، الفئة العاشرة ألف. And now we will start this class. Stallion 4 to 6 years old, section A. الآن العرض الجماعي لفحول أعمار 4 إلى 6 سنوات، القسم ألف. كل التوفيق. Now we will start a group show. Stallions 4 to 6 years old, section A. Good luck. إذن نرى الآن البدء في الفئة الأقوى، فئة الفحول. المنافسة أقوى هنا سادة الحضور والمشاركين وعبر المحطات المتابعين لنا لهذه البطولة، بطولة المملكة للخيل العربية، لجمال الخيل العربية الأصيلة. بما أننا بدأنا في هذه الفئة الأقوى، نردد للملاك والمربين ونقول يا هلا الخيول الصافنات لصايل، ترى الوعد يا ربعنا في الميادين. يا هلا الخيول الصافنات لصايل، ترى الوعد يا ربعنا في الميادين. نبغي نشوف انتاجكم كيف قايل، والمستخبي اليوم لابد ما يبين. فينا حفوز اليوم سوى هوايل، من شدته نسهر ولا غمضت عين. الله يوفقكم بكسب الاوايل، وانتم كفوا جميعكم يا المربين. كل التوفيق لجميع المشاركين في هذه الفئة والفئات التالية. نرى الآن مغادرة هذه الفئة
فحول أعمار 4 إلى 6 سنوات القسم ألف الميدان للبدء بالعرض الأقوى الفريد العرض الفردي لهذه الفئة تحديدا. فلنستمتع الآن بالعرض الفردي للفئة هذه الفئة فئة فحول أعمار 4 إلى 6 سنوات. إذن نعم الآن نبدأ العرض الفردي فحول أعمار 4 إلى 6 سنوات القسم ألف كل التوفيق. And now we start a single show for stallions 4-6 years old section A. Good luck. Thank you, handler. Next, please.
Thank you, Hunter. Next, please. Thank you, Handler. Next, please. Hello. The places that I've been, the faces mine are friends, fumbling, fumbling. Handler? We're waiting for the amazing stallion to enter the arena right now. بانتظار دخول الفحل المشارك في هذه الفئة. الآن في الميدان للبدء بالعرض الفردي أمام لجنة التحكيم. بالتوفيق. You.
إذن نتيجة الفحل رقم 312 ماهر LNJ النوع 18.5-19 مرتين الرأس والعنق 18.5-19 مرات الجسم وخط الظهر 18.5-18 مرتين 17.5-18 القوائم 16.5-16 مرتين 15.5 الحركة 18.5-19 18.5 مرتين مجموع النقاط لماهر LNJ 89.80 total point for ماهر LNJ 89.80 the result on the screen. إذن نتيجة الفحل رقم 313 ELR فرناند النوع 19 مرتين 18.5-19.5-19 الرأس والعنق 19 مرتين 18.5-19.5-19 الجسم وخط الظهر 18-3 مرات 18.5-18 القوائم 15.5 مرتين 15 مرتين 15.5 الحركة 18.5-19.5-19.5 مجموع النقاط لإي إل آر فرناند 90.40 total point for إي إل آر فرناند 90.40 and you can see the result on the screen النتائج على الشاشة. للأسف الفحل رقم 314 للعرج تم الاستبعاد. Thank you handler, next please. Unfortunately, elimination for the stallion number 314 for the lame. Next please.
نتيجة الفحل رقم 315 متروك. النوع 18.5 19 18.5 ثلاث مرات. الرأس والعنق 18.5 19 18.5 ثلاث مرات. الجسم وخط الظهر 17.5 مرتين 17 17.5 مرتين. القوائم 15 ثلاث مرات 14.5 15.5. الحركة 18.5 مرتين 18 مرتين 18.5. مجموع النقاط لمتروك 87.90. توتال بوينت فور متروك 87.90. ذا ريزلت فور متروك اون ذا سكرين. ثانك يو هاندلر. And next, please. إذن نتيجة الفحل رقم 316 زين آر جي للأب كحيل الشقب، الأم زيناريا المالك، حسين الربيعي، المملكة العربية السعودية. النوع 19 19.5 18.5 19 مرتين. الرأس والعنق 19 مرتين 18 19 مرتين. الجسم وخط الظهر 18 من جميع الحكام. القوائم 15.5 مرتين 15 15.5 مرتين. الحركة 19 20 19 مرتين 19.5. نسمع متصدر جديد زين آر جي 90.50. توتال بوينت فور زين آر جي 90.50. and he takes the lead for this class until now with a score of 90.50. إذن يتصدر زين آر جي هذه الفئة حتى الآن بنتيجة 90.50. Thank you handler. Next please. إذن النتيجة لمن أراد كسر هذه النتيجة 90.50. هل يوجد منافس لهذه النتيجة؟ So time, sorry, score to beat 90.50. Next stallion in, good luck. إذن نتيجة الفحل رقم 317 عز العلايم. النوع 19 من جميع الحكام. الرأس والعنق 19 أربع مرات 19.5. الجسم وخط الظهر 18.5 18 أربع مرات. القوائم 15
أربع مرات 15.5 الحركة 18.5 19 18.5 مرتين 19 مجموع النقاط لعز العلايم 90 total point for عز العلايم 90 and you can see the result on the screen النتيجة على الشاشة لعز العلايم. إذن عز العلايم في الترتيب الثالث حتى الآن. Thank you, handler. And next stallion in. Good luck. Next, please. للأسف تم استبعاد الفحل رقم 320 وذلك للعرج. Unfortunately, elimination for the stallion number 320 for the lame. إذن نتيجة الفحل رقم 318 أتت كالتالي: اس جي صعود، النوع 19.5 من جميع الحكام، الرأس والعنق 19.5 20 19.5 ثلاث مرات، الجسم وخط الظهر 17.5 18 أربع مرات، القوائم 15.5 ثلاث مرات 16 15.5، الحركة 18.5 19 18.5 19 مرتين. اس جي صعود نتيجة جميلة 91.40 total point for اس جي صعود 91.40 very good and he takes the lead for this class until now. إذن اس جي صعود يعتلي هذه القائمة للمشاركين في هذه الفئة حتى الآن بنتيجة 91.40. Thank you, handler. Next, please.
Sonic Stallion N. Good luck. إذن نتيجة الفحل رقم 319 صادح الخالدية، النوع 19 من جميع الحكام، الرأس والعنق أيضا 19 من جميع الحكام، الجسم وخط الظهر 18 18 ونص ثلاث مرات 18، القوائم 15 ونص 16 15 ونص ثلاث مرات، الحركة 18 ونص 19 ونص 19 ثلاث مرات، مجموع النقاط لصادح الخالدية 90.90، total point for صادح الخالدية 90.90، and you can see the result on the screen for صادح الخالدية، النتيجة على الشاشة للفحل صادح الخالدية 90.90. ويأتي في الترتيب الثاني صادح الخالدية حتى الآن. This program is offered by. Thank you, judges. Thank you, ringmaster. Thank you, handlers. نشكر أعضاء لجنة التحكيم ومدير الساحة والعارضين طبعاً. إذن نتيجة الفحل رقم 321 حاتم المنامة، النوع 18 ونصف أربع مرات 19، الرأس والعنق 18 ونصف مرتين 18 مرتين 19، الجسم وخط الظهر 18 17 ونصف ثلاث مرات 18، القوائم 15 15 ونصف 15 مرتين 15 ونصف، الحركة 18 ونصف أربع مرات 19، مجموع النقاط لحاتم المنامة 88.50، total point for حاتم المنامة 88.50، and you can see the result always on the screen، النتيجة على الشاشة لحاتم المنامة. إذن متبقي نتيجة أخيرة ومن ثم نعلن نتائج هذه الفئة كاملة. This program is offered by. إذن النتيجة الأخيرة في هذه الفئة غانم البستان، النوع
19 مرتين 18 ونص 19 مرتين الرأس والعنق 18 ونص 19 18 19 مرتين الجسم وخط الظهر 18 17 ونص 17 17 ونص 18 القوائم 15 مرتين 15 ونص 14 ونص 15 ونص الحركة 18 ونص 19 أربع مرات مجموع النقاط لغانم البستان 89.20 توتال بوينت فور غانم البستان 89.20 لحظات ونوافيكم بالنتائج. إذن النتائج أتت كالتالي: المركز الأول بنتيجة 91.40 اس جي صعود الأستاذ محمد العريني مربط نوغا، ألف مبروك. المركز الثاني بنتيجة 90.90 صادح الخالدية مربط المجد للخيل العربية الأصيلة، ألف مبروك. المركز الثالث زين ار جي بنتيجة 90.50 الأستاذ حسين الربيعي، ألف مبروك. المركز الرابع نتيجة 90.40 اي ال ار فرناند شركة مربط زان، ألف مبروك. المركز الخامس عز العلايم بنتيجة 90 الأستاذ مازن المالكي مربط ديما، ألف ألف مبروك. So first place goes for SG صعود، second صادح الخالدية، third زين RJ، fourth A ELR فرناند، and fifth and last عز العلايم. Congratulations. يتوج هذه الفئة مشكوراً سعادة الأستاذ عبد الرحمن النصار مربط الدوحة الراعي البلاتيني. إذن مدير مربط الدوحة وهو الراعي البلاتيني الأستاذ عبد الرحمن النصار يتوج هذه الفئة مشكوراً. So prize giving by Mr. عبد الرحمن النصار, the manager of الدوحة stud, the platinum sponsored for this championship. كحيلة.
We'll be right back.